وانضمت للمؤسسة ديال دار بلاش، وبحكم الأنشطة اللي فيها، بحكم الناس اللي مرأسينها، بعد الشكر لهم قليل الشكر فيهم، الشكر قليل فيهم، فالناس كلهم المؤسسة ولا الأساتذة ولا المديرات ولا الناس اللي تنظموا الحفلات ولا الناس اللي تحيدوا من ورانا الأتعاب اللي تنخلي، ولا الشكر لهم قليل. وأنا بحكم تجربتي في دار بلاش، قبل كنت مع الدراري صغار، كنت نراجع معهم المستوى الدراسي ديالي. لقيت اللي كبروا الدراري المستوى ديالهم ولا فات المستوى ديالي انا يعني. فهاديك الوقت صافي تفرغت للدار، الوليدات، الزوج ديالي، الزوج ديالي توفى الله يرحمه، وكان ما عندوش حتى شي مدخول، ما خلات حتى مدخول حيت كان عنده تجاره حره. تدربت باش انا مني مات راجلي، تدربت خدمت على الدراري ولادي، وزيت وليداتي، عندي جوج وليدات، ولد وبنت، زيتهم وتفرغت لهم. جاوني فرص بزاف ديال الجواج ما تجوجتش، جاوني فرص ديال رحلات في اوروبا ما مشيتش حيت كنت انا خدامه كندير لا كويزين في واحد الشركه كانت سميتها رياضه ماروك، وكنت في واحده سميتها مراكش مدينه. صافي تفرغت لولادي، فهذوك العمل لقيت فرص بزاف في الخارج ما مشيتش، لان الولاد فقدوا باهم ما غاديش يزيدوا يفقدوا تماهم، لان فكرت لان الفلوس ما غاديش يردوا ليا تربيه ولادي، ما غاديش يردوا ليا الحضن ديالي انا ولادي، لان انا كل شيء تنرجع للحضن، الحضن هو كل شيء. في هذا فاش دخلت المؤسسه اللي عاودت كهرتها، لقيت فيها بزاف ديال الحوايج اللي ارتحيت فيهم بزاف، وبغيتهم، وتضامنت مع الامهات كانني دخلت لهذا الدار بحال دخلت لدار، بحال تنقولوا حنايا دار الضمانه. دار فاش بدينا مع استاذ شاكور كان عطانا درنا واحد الكتابه، من بعد انطلقنا مع الاستاذه مها، مع جميله حسون، ومع سعاد الكاتبه، درنا واحد الكتابه، كل واحد كتب على الموضوع. الغريب في الامر هو من بعد تلقى راسي بانني جاوني افكار وجاوني عبارات ما كنتش غادي يكون على المخيل ديالي ولا يطيحوا في بالي نهائيا. تفاجات براسي وارتحيت بزاف، وافتخرت بهذيك الورشه، افتخرت براسي، ونعلقوا عطاوني جائزه بحال الامهات، تنحس براسي بان عاودت رجعت ثاني، وانا ثاني بحال رجعت ثاني للشباب ديالي، رجعت ثاني للصغار ديالي. وبديت تنكتب من وراها، كتبت واحد الكتابه اخرى على روح الزهر، هذه ديالتي بوحدي، من تما بديت كتبت هذه على روح الزهر، وكنت درتها في الحفل النهائي ديال الحفل في دار بلاج، وخديت عليها التهيئة لحد شرف. وهذا راه افتخار ليا وشجعني بزاف، ورجعت بانني تنحس براسي، انا دابا عندي 64 عام، تنحس براسي كانني عندي 24 عام.